اهلين دكتوره زكيه، السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا. عذرا بس كان المايك مو طالع معاي، فالآن اوكي. ما في مشكله طبعا. زكيه، زي ما قلنا دكتوره زكيه طالبه دراسات عليا سابقا، وحاليا حصلت على شهاده الدكتوراه، فالحين هي حتقدم لنا اولى المحاضرات او اولى التجربه بتاعتها ان شاء الله. فتفضلي يا دكتوره زكيه، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي إلى يوم الدين. وبعد، أشكر أولا سعادة رئيس القسم دكتور مفرح القرادي ووكيلة القسم الدكتورة فاطمة النحاس ومن قام على إعداد هذه المحاضرة القيمة، لكل من الدكتورة عبير والدكتورة سلافة، والشكر موصول لكل من قام على إعداد وترتيب المحاضرة اليوم. اليوم بإذن الله سوف نتحدث عن دور المقررات الدراسية في دعم البحث العلمي لدى طالبات الدراسات العليا. يسعى عدد كبير من الباحثين إلى نشر أبحاثهم في المجلات العالمية الدولية أو المحلية أو الإقليمية المحكمة، وقد يفاجأ البعض منهم برفض المجلة لورقته البحثية، وذلك لمخالفته لأصول النشر العلمي. فما هي أساسيات النشر؟ وكيف تضمن نشر ورقتك العلمية؟ فبإذن الله اليوم سنعرض لكم هذه الأمور بالتفصيل. في البداية يجب على الباحث أن يتأكد من امتلاكه لرسالة منطقية واضحة، يجب أن يحتوي موضوع بحثه على فكرة واضحة ومنطقية أيضا، ويجب عليه أن يحسن اختيار المجلة العلمية. يجب على الباحث أن يبحث عن مجلة علمية وتكون مطابقة لموضوع بحثه أو تنشر بنفس المجال البحثي الذي يبحث فيه. لذلك عليه الاطلاع على عدد كبير من تلك المجلات لاختيار المجلة التي تناسب بحثه، بعد أن يكون اطلع على أهدافها وكيفية أسلوب نشره وخطوات النشر فيها. بعد ذلك كما عليه بعد أن ينتهي من كتابة بحثه أن يراجع بشكل دقيق، أن يدقق البحث من ناحية اللغوية والنحوية وأيضا من ناحية العلمية، فالتي تجعل لجنة محكمين أن يقبلوا بهذا البحث. أيضا بعد ذلك بعد تدقيق البحث يقوم الباحث بإرسال بحثه للمجلة، وعليه في هذه المرحلة أن يشرح للمشرف أو لجنة المحكمين عن طريق البريد الإلكتروني أهمية موضوع البحث أو وأهمية أنه يخدم رحل العلم لفكرة جديدة أو يكون بخدمة المجتمع. حقيقة أنا قمت بعمل نشر أبحاث للمقررات الدراسية، المقرر 628 629، فلكل مقرر تم عمل بحثين، فتوصلت إلى نشر 3 أبحاث الآن لهذه المقررات. فهذه المقررات عبارة عن حلقة بحث في الجغرافيا الطبيعية لواحد واثنين، فهي عبارة عن مقررات كانت متطلبات لإكمال الدراسات الدكتوراه، وكانت أستاذتي في هذه المقررات والداعمة لي الدكتورة حصة المبارك، ولها الشكر موصول لدعمها المتواصل. فكان بفضلها من بعد فضل الله سبحانه وتعالى في توصيلي لنشر هذه الأبحاث. فكانت هذه المقررات كانت هي الداعم الأول لي في نشر هذه الأبحاث. فقامت الدكتورة حصة بإعداد خطة متكاملة من أول المقرر إلى نهاية المقرر لأن تم نشر البحث. فهذه الخطة اشتملت على تجزيء أجزاء البحث إلى أجزاء، في كل محاضرة يتم التمحور حول موضوع معين، من ناحية مثلا إعداد طريقة إعداد المقدمة، طريقة كتابة المقدمة، وما هي المعايير التي يجب على الباحث أن يتحلى بها في كتابته الأكاديمية، من ناحية صياغة الأهداف أو من ناحية صياغة المنهجية وتحليل المناقشة، إلى أن تم في نهاية البحث التوصل لنهاية المقرر، التوصل لنشر البحث بالمجلات. ف
فتمحورت أبحاثي حول البحث الأول تحليل أثر ارتفاع درجات الحرارة على التوسعات العمرانية الأفقية في محافظة الأحساء، وهذه عبارة عن دراسة تطبيقية باستخدام تقنية استشعار عن بعد ونظم معلومات جغرافية، وهذا بحث منشور في المجلة العربية للدراسات الجغرافية. وملخص البحث بشكل بسيط أنه يتمحور عن دراسة أثر ارتفاع درجات الحرارة في التوسعات العمرانية الأفقية. لاحظت في دراستي، استكشفت أن مشكلة دراستي كانت عبارة عن وجود جزيرة حرارية في محافظة الأحساء، وكان سببها هو التوسعات العمرانية الأفقية في المحافظة، مما أدى إلى ارتفاع درجتين حرارتين مئويتين في المناطق الحضرية عنها في المناطق الريفية. اعتمدت الدراسة على مناهج عدة، منها المنهج الاستقرائي والاستدلالي والزيارات الميدانية للمنطقة، إلى جانب استخدام بعض البرامج الإحصائية الخاصة بالدراسة مثل برنامج إكسل SPSS، أيضا والبرامج التي استخرجت منها الخرائط وعمل المقارنات مثل برنامج إيرداس لتحليل المرئيات وتصحيح المرئيات وبرنامج ArcGIS. أما عن البحث الثاني، يتمحور حول الزحف العمراني على المناطق الزراعية وآثاره البيئية في محافظة الأحساء باستخدام تقنية استشعار عن بعد ونظم معلومات الجغرافية، وتم نشر هذا البحث في مجلة بحوث كلية الآداب جامعة المنوفية. ويتلخص هذا البحث عن دراسة أن منطقة الأحساء تستقطب السكان لما لها من تربتها الزراعية وكثرة المياه الجوفية فيها، فأدى هذا الاستقطاب السكان إلى توسع الزحف السكان على المناطق الزراعية واستقطاع جزء من المناطق الزراعية، وهذا أثر على مناخ المنطقة، أيضا أثر على ارتفاع في درجات الحرارة وخلق هذه الجزيرة الحرارية، وأيضا أدى لتدهور المناطق الزراعية، أيضا ما سبب أيضا على في جفاف بعض العيون والآبار. وكان التطبيق لهذه المنهجية لهذه الدراسة عن طريق استخدام مرئيتين لفترتين زمنيتين مختلفتين، وكانت هذه الفترة من عام 1987 إلى عام 2018، وتوصلت هذه الدراسة إلى وجود توسعات أو زحف عمراني على المناطق الزراعية، وسببت مشاكل بيئية من ناحية تدهور التربة والمياه وارتفاع في درجات الحرارة وخلق الجزيرة الحرارية. أما عن البحث الآخر، هو عبارة عن دراسة الهيدرومورفومتري لحوض وادي السهل بمنطقة القصيم، وهو بحث منشور في المجلة الجغرافية العربية. ويتمحور هذا البحث بدراسة التاريخ الجيولوجي لحوض وادي السهل من ناحية الدراسة المورفومترية، الخصائص المورفومترية لحوض وادي السهل واختلافها بين أحواض وروافدة، وجاءت انعكاسا لتأثير التفاوتات في الخصائص الجيولوجية لصخور الحوض، وأن وادي السهل لا يمثل، استنتجت الدراسة أنه لا يمثل أي خطورة سيلية في عقاب التهاضلات عادية وفي حال سقوط الأمطار الإعصارية، ويرجح أن وادي السهل أقل خطورة من غيره من الأودية المجاورة نظرا لاستطالته وضعف كثافة تصريفه. فتم نشر لهذه الأبحاث كما ذكرت سابقا بإعداد خطة من قبل الدكتورة حصة، كانت أستاذتي في دراسة تدريس لهذه المقررات، أعدت لي خطة متكاملة من ناحية كتابة البحث، من ناحية المناقشة في البحث، إجراءات وخطوات نشر الأبحاث. كانت تستقطع جزء من المحاضرة في مناقشة البحث من ناحية السياق اللغوية، من الناحية العلمية، أيضا كانت تلقي علي بعض المحاضرة في جزء كان يتمحور حول كتابة المقدمة، حول أساسيات كتابة التساؤلات والمشكلة البحثية، وأيضا كانت تستقطع جزء من المحاضرة في البحث مع المجلات العلمية. فتوصلنا في الأخير لعدد من المجلات وتم التواصل معها، وتم الاطلاع على شروط هذه المجلات، وأيضا هذه المجلات لابد أن تكون معتمدة من قبل القسم ومن قبل جامعة الملك سعود لكي يتم قبول البحث. أيضا بعد أن تم نهاية المقرر، تم التواصل مع المجلة البحثية التي تم اختيارهم وإرفاق جميع الأبحاث لهم بعد تطبيق شروط النشر. سوف أطلع معكم على معايير اختيار المجلة العلمية المحكمة المناسبة.
لابد أن تحتوي المجلة على محتوى محكم وله وصف عام لعملية المراجعة والتحكيم، يتم نشرها بانتظام ولها رقم قياسي دولي مسجل له ISSN. لابد لأي مجلة أن يكون لها محتوى محكم ولها اعتراف دولي ولها مرجعية دولية يتحكم لها المجلات، ولابد أن تكون معترفة من جميع المجلات الدولية، ولابد أن يكون لها رقم قياسي في المنظمات المجلات والمرجعيات. أيضا على الباحث حينما يريد أن ينشر بحثه لابد أن يختار مجلة لها جمهورها من القراء، فلا يمكن أن ننشر بحث لا في مجلة لا تحتوي على قراء، فلا بد أن يطلع من هم قراء هذه المجلة، من هم المحكمين في هذه المجلة، لكي يستفيد من نشر هذه البحث ويرى مردوده والفائدة التي عمت للمجتمع. أيضا سنتطرق إلى خطوات النشر في مجلة العلمية. يجب على الباحث مراعاة اكتمال وقوة البحث لضمان إمكانية نشره، أي يجب على الباحث كتابة ورقة علمية كاملة تقدم فائدة جديدة للعلم. كما ذكرت سابقا يجب أن تكون فكرة البحث واضحة وذات أصالة وجودة، وتكون واضحة بالنسبة للقارئ وذات فائدة جديدة للعلم. أيضا يجب على الباحث أن يراعي اختيار المجلة المناسبة حسب موضوع البحث. كما نرى أن لكل مجلة مجالها في موضوع البحث، أن لكل مجلة لها مواضيع تنشرها، فلا بد على الباحث أن يختار المجلة بعناية وأن يبحث عن مجلات مناسبة لنفس مجاله ولنفس الأبحاث التي يكتب فيها، لكي يستطيع الحصول على القبول في هذه المجلة. أيضا على الباحث مراعاة شروط وأحكام نشر المجلة. يجب أن يكون لدى الباحث معرفة واسعة بجميع القواعد التي تسعى المجلة إلى استيفاء النشر فيها. حينما يريد الباحث أن ينشر في مجلة ما، لابد عليه أن يطلع على شروط المجلة من خلال موقعها الإلكتروني أو من خلال المجلدات التي تنشرها. يطلع على شروط نشرها من ناحية تنسيق البحث، من ناحية الرسوم المالية، من ناحية توثيق البحوث، من ناحية الفترة الزمنية التي تنشر فيها المجلة هذه الأبحاث. فلا بد للباحث أن يكون على دراية بكل هذه الإجراءات. أيضا من المعايير المهمة والتي يتحصل عليها الباحث على القبول هي التحرير والتدقيق الإملائي والنحوي. يجب أن يكون الباحث قادرا على تقديم بحث علمي أيضا خال من الأخطاء الإملائية واللغوية، أيضا يكون خالي من الأخطاء العلمية، لابد أن تكون معلوماته العلمية صحيحة ودقيقة، ويوضح المعلومات بدون غموض، وتأكد أيضا من خلو بحثه من أي أخطاء نحوية سواء كانت نحوية أو إملائية. لما هذا المعيار من أهمية في قبول البحث أو عدمه. أيضا على الباحث الموافقة على النشر وفق النموذج المجلة. يجب أن يكون البحث الذي يقوم به الباحث متوافقا مع شكل المجلة حتى يتم قبوله. هناك شروط لكل مجلة تضعها في من ناحية تنسيق البحث ومن ناحية الشروط التي يجب فيها ترتيب البحث، من ناحية وضع المقدمة والأهداف وصياغتها والتحليل والمناقشة أو طول البحث، طول البحث من ناحية عدد الكلمات البحث. فلا هذه كلها شروط يجب على الباحث أن يحققها في بحثه لكي يتم حصوله على الموافقة المبدئية من المجلة. أيضا بعد أن يتم تنسيق البحث في القالب المعد من قبل المجلة أو من ناحية الشروط التي يجب على الباحث أن يطبقها بما تتلائم مع مواصفات المجلة، يقوم بإرساله ومتابعته في المجلة بشكل مستمر من حين إلى أن يتم نشره. أي يقوم الباحث بعد إرسال البحث إلى المجلة يقوم بالمتابعة من فترة إلى أخرى حتى يتأكد أنه سوف يتم نشره، وحتى يبين للمجلة أهمية الموضوع بالنسبة للباحث وأنه متمسك بنشر هذا البحث في مجلتهم. بعد ذلك سوف أتطرق لكم إلى شروط نشر بحث في المجلة العلمية، وهو تقريبا ما مماثل إلى خطوات نشر البحث في المجلة العلمية. ومن أهم الشروط وإجراءات النشر العلمي التي يجب الالتزام بها كشرط أساسي لقبول البحث للنشر هي كالتالي:
أن يقوم الباحث بتنسيق البحث حسب شروط المجلة أو حسب القالب المعد من قبل المجلة، زي مثل ما ذكرت سابقا أن يكون لكل مجلة لها تنسيقات محددة واستراتيجيات محددة في تنسيق البحث لكي يتم قبوله. فيجب على الباحث أن يقوم بزيارة الموقع الإلكتروني للمجلة التي وقع عليه اختيارها، ويقرأ شروط هذه المجلة من ناحية التنسيق. فبعض المجلات أعدت خدمة وهي إعداد قالب خاص للبحث لكل أي باحث يريد أن ينشر بحثه. مجرد أن يقوم على الباحث أن ينسخ بحثه في هذا القالب أو أن يقوم بإعداد هذا القالب بنفسه. أيضا من هذه الشروط يقوم الباحث بعد ذلك بعد تنسيق هذا البحث بما يتماشى مع إجراءات المجلة بإرسال البحث نسخة على شكل ملف مايكروسوفت وورد إلى البريد الإلكتروني للمجلة أو عن طريق رفع الطلب من ناحية الموقع الإلكتروني في المجلة. بعد ذلك أن يكون لابد أن يتأكد الباحث أن يكون بحث مكتوبا بلغة سليمة كما ذكرت سابقا، مع مراعاة خصائص الضبط والرسم والإشكال المرتبطة به من ناحية اللغوية والإملائية ومن ناحية العلمية. أن يتأكد لأن هذا المعيار مهم جدا بالنسبة للمجلة في قبول بحثك بشكل مبدئي قبل إجراءات التحكيم البحث. أيضا ألا يكون البحث منشورا مسبقا، على أي باحث أن يتحرى الدقة في أن لا ينشر البحث في نفس الفترة مرتين في مجلتين مختلفتين، فلا بد أن ينشر البحث في مجلة واحدة ولا سوف يخالف أخلاقيات البحث العلمي ويعرض للعقوبة. فبعض المجلات من هذه الناحية توقع الباحث تعهد ألا ينشر البحث في مجلة أخرى لأن هذا مخالف لأخلاقيات البحث. فيجب الباحث أن يقرأ شروط نشر البحث من المجلة العلمية بشكل دقيق. أيضا يتم تقييم البحث من قبل محكمين أو ثلاثة، فهو على حسب استراتيجيات المجلة التي يريد الباحث أن ينشر فيها. بعضها تشتمل على لجنة محكمين من شخصين، وبعضها تشتمل على 3 أشخاص، وبعضها 4 أو أكثر، وذلك راجع لقوة المجلة واستراتيجيتها ونوع الموضوع الذي تنشر فيها المجلة. بعد أن يتم تحكيم البحث يتم إبلاغ الباحث بالقبول المبدئي أو الرفض الدراسة. سواء تم القبول المبدئي سوف يشرح للباحث خطوات تعديل البحث، سواء كانت هذه التعديلات بسيطة أو تعديلات جوهرية في صلب موضوع البحث باستبدال بعض المقاطع أو بإعادة صياغة بعض المقاطع أو بإعادة توثيق أو ما إلى ذلك. في حين أن تحصل على الرفض للدراسة سوف يتم له إرفاق إفادة بسبب الرفض الدراسة، بسبب مثلا التوثيقات أو بسبب أن عدم تقييد الباحث بالقالب المعد من قبل المجلة. فلا بد على الباحث أن قبل أن يرسل بحث للمجلة أن يتأكد أنه تم استيفاء كل شروط نشر البحث لدى هذه المجلة لكي لا يرفض بحث بسبب شرط نشر خاص بالمجلة. بعد ذلك بعد أن يتم الباحث إجراء هذه التعديلات يقوم الباحث بإرسال بإعادة إرسال البحث المعدل إلى نفس البريد الإلكتروني للمجلة، وبعدها يتم إرسال من قبل المجلة إفادة للباحث بالقبول، ويوضح في هذه الإفادة الموعد الذي سوف ينشر فيه بحثه في المجلد المستقبلي. أيضا بعض المجلات تفرض رسوم مالية للتحكيم، وتذكر هذه الرسوم مقدار هذه الرسوم في شروط النشر. وبعضها الآخر مثل المجلات الحكومية لدينا في المملكة مثل جامعة الملك فيصل، جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبد العزيز لا تنشر برسوم مالية، ولكن ممكن أن إجراءات النشر تستغرق وقت أطول بسبب قوة المجلة وبسبب كثرة الناشرين فيها في المجلة. فعلى الباحث أن يقرأ شروط النشر البحث المجلة العلمية بدقة، وأن يتأكد من أنها تحتوي على رقم مرجعي دولي لها، وأن يكون لها جمهور قراء. أيضا وأن يتأكد على الباحث أنها معتمدة لدى الجامعة ولدى القسم. فهذه أهم شروط النشر البحث في المجلات العلمية.
وفي الختام أتمنى شكرا لحسن استماعكم، وأتمنى أفدتكم في تجربتي. شكرا لكم. شكرا شكرا دكتورة زكية على هذا التقديم، ونتمنى لك التوفيق. شكرا دكتورة زكية. طيب إن شاء الله، طبعا إن شاء الله نستقبل جميع المداخلات بعد انتهاء الطالبة سارة والطالبة أسماء إن شاء الله. طيب الحين تتفضل سارة الحجي، تفضل يا سارة. لو سمحتي دكتورة زكية، ايوه ممكن تعطي الهوست لسارة ان شاء الله. السلام عليكم. الصوت واضح؟ ايوه واضح. السلام عليكم، الصوت واضح؟ ايوه الصوت واضح. ايه على غير دكتورة. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً، عليكم وعلى الحاضرين. محدثتكم سارة محمد الحجي، طالبة دراسات عليا مرشحة للدكتوراه في قسم الجغرافيا في مسار علم المعلومات المكانية. في البداية أحب أشكر جميع القائمين على هذه المحاضرة وإتاحة الفرصة لطلاب الدراسات العليا في مشاركة تجاربهم في مسيرتهم الأكاديمية، بما يعود على القسم بالنفع في نهاية المطاف على الطلاب وتحسين مستوياتهم الأكاديمية. طبعاً لا يخفى عليكم على الجميع أن جل ما نهدف إليه في أو بالأصح نهدف إليه كطلاب دراسات عليا في إلى خدمة البحث العلمي بشكل عام، والمحاولة بشتى الوسائل والطرق إلى الاستزادة فيه والسعي خلف جودة البحث العلمي ومحاولة تطبيق خلال مسيرتنا الأكاديمية بالشكل المطلوب أو كما ينبغي. فبالرغم من أننا كطلاب يعني دراسات عليا ينبغي علينا التحلي بصفات الباحثين التي ينبغي توفرها في أي باحث علمي وأكاديمي يتطلع إلى تحسين المهارات الأكاديمية، ومن أهمها الدقة والأمانة العلمية والمحافظة على الملكية الفردية والموضوعية والبعد عن التحيز، كما لا يخفانا أهمية موضوع النزاهة والشفافية والصدق، وخاصة عند عرض النتائج العلمية أو نقل المعلومات أو نقل الدراسات وغيرها. إلا أنه في بعض الأحيان قد لا نتقن تماماً في من غير قصد جوانب قليلة أو أجزاء بسيطة من هذه الصفات التي بالطبع تتفاوت من طالب إلى آخر، لكن أحب أؤكد أن وجود مقررات دراسية في منهجية وخطة طلاب الدراسات العليا لها دور كبير فعلياً، وتدعم وتسهم بشكل إيجابي وكبير جداً في ملء وتعزيز تلك الجوانب أو المهارات الأكاديمية لنا كطلاب دراسات عليا. فهذه المقررات تلزمنا ليس فقط في التعليم والاستزادة في البحوث العلمية رغم أن معظمنا على اطلاع دائم في ذلك، وإنما تساعدنا في تطبيق وممارسة كل هذه المعايير كما تفضلت زميلتي الدكتورة زكية في ذكرها التي ينبغي وجودها في البحوث العلمية. فمع الاستمرارية في ممارسة الكتابة وتطبيق قواعد البحث العلمي تصقل مهاراتنا كأكاديميين وطلاب شيئا فشيئا، وبالتالي في يعني في النهاية تعود أهمية معرفة الباحث بجوانب يعني ومهارات كيفية كتابة البحث العلمي بأنها تشجع بشكل أو بآخر على الاستمرارية في كتابة البحوث العلمية في مجاله العلمي وتخصصه. ومن تجربة شخصية جدا استفدت من مقرر تصميم البحث في علم المعلومات الجغرافية في كتابة بحث سابق مع الدكتورة الفاضلة عبير سلمان سلمها الله، فجدا أفاد في هذه النقطة، لأن أحيانا بدون يعني بدون إشراف أو بدون لنا كمبتدئين من الطبيعي أحيانا أن نشعر بالشتات نوعا ما في بعض الأحيان بسبب يعني كثرة تراكم المعلومات ومحاولة معرفة
يعني جميع ما يجب علينا كباحثين فعله أو كتابته أو الاطلاع عليه، وفي المقابل ما ينبغي علينا تجنبه في كتابة الرسائل الأكاديمية والبحوث وما إلى ذلك. لكن بمجرد أن تصل إلينا إجابة على أي تساؤل من أستاذ مقرر ما أو مشرف ما أو مرشد أكاديمي أو نصيحة توجيه ما، أن تعيدنا إلى التركيز على المطلوب وتمير لنا الدروب. النقطة الثانية المهمة في خدمة البحث العلمي بالنسبة لنا كطلبات دراسات عليا هو نشر العلوم والمعرفة، أو بمعنى آخر دعم البحث العلمي. فالنقطة المهمة اللي ندعم البحث العلمي أنها لا يجب أن تكون مثلا نهاية هذا الاستزادة والإلمام بجوانب كتابة البحث العلمي، سواء المقررات الدراسية وغيرها بشتى الطرق، أن يذهب أدراج الرياح هدر وضيع. فزكاة العلم نشره وتعليمه من لا يعلمه. فطبعا لا أخفي عليكم أن هناك يعني كمبتدئين شعور بصعوبة الأمر في بعض الأحيان، خاصة لمن يطمح في النشر إلى المجلات العالمية ذات التصنيف العالمي في الIS وغيرها، لأن لها شروط معينة كما تفضلت زميلة الدكتورة زكية في ذكرها، شروط معينة ينبغي لنا قدر المستطاع الالتزام بها. ولكن الإصرار لابد أن تجنى ثماره، والصبر لابد أن يقود إلى النجاح في الأخير. في بحثي السابق قدمت على العديد من المجلات وقبلت بالرفض لأسباب عديدة، وهذا أمر طبيعي في يعني بعض الأحيان، لأن كل مجلة تختلف عن الأخرى في ملاحظاتها ونقدها للدراسة المقدمة. لذلك وحسب تجربتي الشخصية هناك عدة نقاط ينبغي لنا كطلاب التركيز عليها من خلال مرحلة النشر البحث العلمي، التي قد تطول أحياناً بسبب عدم إدراك هذه النقاط. أولاً في اختيار المجلة، ينبغي لنا الإلمام بأهداف المجلة ومجالاتها المطلوبة للنشر. فقد يكون عنوان البحث المقدم أو مشكلته أو منهجيته لا تتناسب مع أهداف هذه المجلة، وهذا فيه إهدار تقريب من الوقت بالنسبة للطالب. وهذا من جانب، وجانب آخر في حال تكرار الرفض من قبل المجلات في المؤتمر أو مؤتمرات علمية في البيانات، قد نصاب بالإحباط ببعض الأحيان. لكن فعلياً وجود من يسندنا في هذا الأمر، مشرف أو غيره لأي بحث، كما ذكرت آنفا كما في مقررات الدراسات التي تدعم البحث العلمي، تشجع على الإصرار بشكل أكبر وتعزيز التفاؤل لنا كباحثين مبتدئين. وهذا ما نلته في مقرر كما أسلفت تصميم البحث في علم المعلومات الجغرافية مع الدكتور عبير. صراحة من هذا المنبر شاكرة لها على كل ما قدمته للمساعدة في كتابته حتى بعد انتهاء المدة الزمنية المقرر، بحكم أن الدراسات والبحوث لا تقف عند حد معين. نقطة ثانية أحب أذكرها حسب تجربتي، أن ملاحظة المجلات في حال الرفض لا سمح الله تساهم بشكل كبير جدا في تحسين البحث في النهاية، رغم أن الملاحظات تكون متدرجة في المستويات والأهداف. فبعض النقد يكون على مثلا المنهجية أو الشكليات أو الأخطاء النحوية وغيره. كل هذه الملاحظات إذا تم العمل عليها وتحسينها، حتى لو يعاود الباحث الإرسال لذات المجلة نفسها، فإنها تحسن بشكل كبير من جودة البحث. مع هذه التحسينات شيئاً فشيئاً قد يدرك الباحث يوم ما أن هناك أخطاء ارتكبها في بداية مسيرة النشر العلمي، وهذا بلا شك من مبررات الرفض التي يدركها في وقت مؤخر. وإن دل على شيء، هذا يدل على التطور الكبير في مهارات الباحث الأكاديمية، وأن نظرته اتسعت أكثر، فلم يعني يعد فقط كاتب وباحث وإنما ناقد. والدليل يعني الآن أنا إذا طلعت على أول نسخة لي في البحث المبدئية مقارنة بالأخير، أجد أن النسخة الأولى جدا مليئة بنقاط الضعف، وأنقدها نفسي تماما على نفسي حتى. فمع الكتابة ومحاولة النشر المستمر تتحسن المهارات الأكاديمية لدينا، وحتى وإن لم نشعر في وقتها المناسب. لذلك أؤكد على أن المقررات الدراسية تدعمنا في خوض هذه التجارب والخبرات التي يعني تصب في نهاية المطاف لهدفنا الأساسي، وهو تقديم رسالة علمية أساسية للمرحلة الأكاديمية بشكل أفضل، مستفيدا من خبرتنا السابقة على هذه المقررات الدراسية وعلى ملاحظات المشرفين وما إلى ذلك.
هذا ورسول والله ورسوله أعلم. في النهاية فقط لا يسعني إلا أشكر مرة أخرى كل من يسعى في تطوير القسم، من الدكتور رئيس القسم الدكتور مفرح القرادي، إلى الدكتور عبير، إلى الدكتور علي الغامدي، إلى الدكتور السلافة وأستاذ فيصل، وجميع منسوبين القسم صراحة بلا استثناء على مثل هذه اللقاءات والمحاضرات والدورات التي تعود علينا مهما كان بالنفع المباشر وتنمية مهاراتنا وتغطية النقص في بعض الجوانب الأكاديمية الفردية لطلاب الدراسات العليا إن وجدت. هذا وأتمنى لكم الإفادة، وصلى الله على نبينا محمد وأتم عليها أفضل الصلاة والتسليم، وشاكرة ومقدرة حسن استماعكم. شكرا، شكرا لك يا أستاذة سارة الحجي. وطبعا زي ما قلنا نحن اليوم في هذه المحاضرة بنعرض بعض النماذج من طلابنا المتميزين، وكل طلابنا متميزين، بس نحن بنعرض في هذه المحاضرة بعض من الطلاب. عندنا عدد من الطلاب كبير جدا، هم ناشرين مع دكاترة في مقررات، وأنا دائرة أحب أنوه أنه هذه الفئة من الطالبات ناشرين أبحاثهم في مقررات، يعني ما بعد الرسالة، لا، في المقررات الدراسية التي يتحصلون عليها أثناء دراستهم في مقررات الدكتوراه أو الماجستير. الدكتورة زكية طبعا كانت طالبة سابقا في قسم الجغرافيا، وسارة حاليا طالبة في قسم الجغرافيا دكتورة، بس آخر متكلم عندنا اللي هي أسماء الزهراني، وهي طالبة ماجستير حاليا عندنا وفي بداية المشوار بالنسبة لها. فتتفضل أسماء ونشوف تجربة أسماء الزهران. تفضل يا أسماء. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح يا أسماء، تفضل يا أسماء. لو سمحت أدوها الهوست عشان تعمل لنا شير. تفضل يا أسماء. بداية معكم أسماء الزهراني، طالبة ماجستير خرائط. بالبداية نشرت بحثي الموسوم تصميم تطبيق ويب للمعالم الأثرية بمحافظة جدة بمجلة رسائل جغرافية التابعة للجمعية الجغرافية الكويتية بإشراف الدكتورة أسماء أبو الخيل أستاذة مقرر طرق البحث الجغرافي. مرفق لكم هنا بيانات المجلة التي تم نشر فيها. ملخص البحث، قامت هذه الدراسة بتصميم تطبيق ويب للمعالم الأثرية بمدينة جدة، استخدمت فيها المنهج الوصفي والمنهج التطبيقي، وأوصت الدراسة بعمل خرائط ويب للسياحة في المملكة العربية السعودية بعدة لغات أخرى غير العربية لخدمة السياح الغير ناطقين باللغة العربية. لماذا توجهت للنشر؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عن عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فسعيت للنشر لنشر المعرفة ومواكبة كل ما هو جديد في التخصص والمضاعفة الإنتاج العلمي بحول الله، والتعمق أكثر في الأبحاث والدراسات الأخرى، والسعي لرفع جودة البحث العلمي. أحب أشكر دكتورة أسماء أبو الخيل في تعليم من الأساسيات البحث العلمي خطوة بخطوة، بتوجيهاتها التي استفدت منها الكثير، وبسعيها معي للنشر، حيث كان البحث تابع لمقرر طرق بحث بأول مستوى في مرحلة الماجستير. استفدنا منه في معرفة كتابة خطوات البحث العلمي منذ البداية، ونوه الدكتورة أسماء على أهمية وفائدة النشر في المجلات العلمية المحكمة. فمن حينها أنا كنت مستصعبة فكرة البحث، لكن وضعت في بالي وسعيت إلى اختيار موضوع يكون ضمن اهتماماتي وميولي حتى أقدر أنشر وأطلع وأبحث فيه بكل شغف. وكنت حريصة على الكتابة معها أول بأول، بمعنى كل ما تعلمت شيء جديد منها بمجرد انتهاء المحاضرة أفتح بحثي وأبدأ أحاول أطبق اللي تعلمته. مثل كتابة المقدمة وضحت لنا بضرورة الكتابة من العام للخاص، وإن كل هدف يجب أن يحمل فكرة واحدة فقط، وطريقة وضع التساؤلات وصياغة الفرضيات. وكانت كتب الله أجرى حريص تراجع كل أسبوع لعدد معين من الطلبة تتابع معنا، فكنت أحاول ما يفوتني مراجعتها للي أكتبه أول بأول.
كما استفاد منها بمعرفة كيفية كتابة الدراسات السابقة وضرورة توضيح أوجه التشابه والاختلاف بينها وبين موضوعي، والتعرف على المناهج العلمية والفرق بينهما، ومعرفة طريقة التوثيق وفق نظام ABA سواء بمتن البحث أو بالمراجع. معلش لو سمحت يا أسماء، بس الشرايح ما بتتحرك، ممكن تحرك الشرايح؟ طيب دقيقة. من وين؟ من أول شريحة ما تحركت، ممكن بالسريع تضع لنا الصورة بتاعت البحث حقك من الأول، بس صورة من الغلاف بتاع المجلة واسم البحث حقك فقط. كده واضح؟ أيوة واضح. طيب هذا هو البحث. تفضل يا اسمه، تفضل. وهنا الملخص. إجراءات النشر المتبعة. دكتورة زكية ما قصرت، ذكرتها بإسهاب، لكن كتبت نقاط بسيطة. أولاً، اختيار المجلة المناسبة لموضوع البحث. 2، اتباع قواعد النشر، ومن أبرزها الأصالة العلمية وصحة الإخراج العلمي وسلامة اللغة. تقديم إقرار بأن البحث العلمي لم يسبق نشره سواء بمجلة علمية أو مؤتمر أو غيره. إرفاق سيرة علمية مختصرة باللغة العربية وتشمل أهم مؤلفاته وأبحاثه. التوثيق الصحيح للمراجع العلمية والالتزام بالمصداقية، فيجب الحرص هنا على عدم كتابة مرجع سواء بالمتن أو بقامة المراجع لم يتم الاستفادة منه. مراجعة البحث من قبل مشرفة المقرر ومراسلة المجلة عن طريق البريد الإلكتروني. بعد موافقة المجلة على النشر يتم إرسال استمارة التحكيم تحوي على بعض التعديلات تطرق فيها إلى أصالة البحث ومدى إضافته في مجال التخصص، والمنهج المتبع ومدى توافقه مع البحث، ومدى دقة البيانات، وطريقة التوثيق وصحة النتائج، وسلامة اللغة العلمية. وأخيراً يصل إشعار قبول للنشر، وبعد ذلك يتم إرسال عدة نسخ من البحث المطبوعة. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أتقدم بجزيل الشكر على هيئة التدريس في قسم الجغرافيا جهودهم وتوجيهاتهم، فلهم الفضل بعد الله فيما تعلمت ووصلت إليه. شكراً، شكراً أسمع على هذا التقديم. طبعاً كما نوهت في البداية أنه نحن ده نموذج لبعض الطالبات الناشرين من مقرراتهم الدراسية التي بتحصلوا عليها أثناء دراستهم لفترة الماجستير والدكتوراه. شفنا معانا دكتورة زكية وأستاذة سارة وأستاذة أسماء طالبة ماجستير حالياً معنا في المقرر. شكراً لكم جميعاً، وإن شاء الله نتقبل الحين تعليقات الزملاء وأعضاء هيئة التدريس الموجودين معنا. فيتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام والرحمة. وعليكم السلام ورحمة. يعطيك العافية دكتورة، ويعطي العافية لطالباتنا مميزات وأيضا خريجات يعني اللي تخرجوا من القسم. وأشكر طبعا لجنة البحث العلمي هذا الفصل. أرى اللجنة هذه أنها يعني حقيقة متميزة، وبدأت تخطو خطوات حقيقة، يعني هذا ما كنا نسعى إليه. هذا بجهودك دكتورة سلافة وبجهود الزملاء والزميلات اللي معك في اللجنة، وإحنا صرنا يعني متشوقين كل أسبوع ننتظر منكم اللقاء أو ننتظر محاضرة، وهذا يعني يحسب لكم، بارك الله فيكم. ما عندي حقيقة إضافة على ما يعني ما ذكر، ولكن إذا كان هناك من كلمة أو توجيه بهذه المناسبة، إن مبادرة طلبة الدراسات العليا، طبعا طلبة أقصد فيها طلبة وطالبات، نحو النشر العلمي في أثناء المقررات، وهذا موضوع المحاضرة اليوم، شيء متميز. وأعتقد أن يجب على طالب الدراسات العليا أن يعي ذلك جيدا، أن ليس فقط لا يدرس في مرحلة بكالوريوس، وأنه مجرد ما يخلص المقررات ويخلص الرسالة ويتوكل على الله. بالعكس، نحن نطالب دائما أن يتجه للنشر العلمي، لأن جزء كبير من مرحلة الدراسات العليا هي مرحلة نشر علمي وبحث علمي إلى آخره.
أنا ما عندي إحصائية دقيقة حقيقة، ولا ودي يعني، وهذا يمكن دكتورة سلافة إن شاء الله تساعدنا فيها في الأسابيع القادمة، أن تقدم لنا نسبة يعني دقيقة لعدد طلبة الدراسات العليا، طلاب وطالبات الذين قاموا بنشر أبحاث علمية سواء في مرحلة المقررات أو الرسالة بحسب التخصص وبحسب المرحلة. ولكن من مشاهدة من منظور عام ومن نظرة عامة، أعتقد أن النسبة منخفضة للأسف، ونسبة يبدو أن إحنا نحتاج إلى تطوير هذا الجانب، وخاصة يعني قد نجد بعض العذر لطلبة الماجستير، وليس بعذر يعني حقيقي، ولكن ربما لقصر المرحلة أحياناً، أو أحياناً لطبيعة المرحلة ربما يعني يتأخرون، أو القلة في عدد الأبحاث المنشورة، قد يكتفي بعضهم بنشر بحث واحد وهذا جيد، لكن العتب الموجود حقيقة هو على طلبة الدكتوراه. وطلبة الدكتوراه عندنا أعدادهم جدا كبيرة يعني في جميع المراحل الدراسية، ولكن النشر العلمي ضعيف جدا، ضعيف عندهم إلى درجة كبيرة. يعني لولا شرط الجامعة أن يكون هناك نشر علمي مستلم رسالة الدكتوراه، ربما تخرجوا من مرحلة الدكتوراه ولم يكن لديهم أي بحث منشور، وهذا للأسف يعني عتب كبير على طلبة الدكتوراه وطالبات الدكتوراه بشكل كبير جدا. لا يجوز لا يجوز لا يجوز أن تنتهي مرحلة المقررات، تمتد من سنة ونص تقريبا مع الشامل إلى سنتين، مع الخطة إلى سنتين ونص، ويكون رصيدك من النشر العلمي صفر. أعتقد أن هذا مخيب حقيقة الآمال، وعندي يعني بعض الإحصاءات البسيطة، ممكن آخر سنة أو سنتين ممكن 20 طالبة أو أكثر في الدكتوراه ممكن ينشروا ما يتعدون 5 في قبل مرحلة الرسالة، وهذا نسبة حقيقة منخفضة، وعتبنا عليهم أن لابد أن يكون هناك فعلا توجه لعملية النشر العلمي خاصة في مرحلة المقررات، لبعض المقررات طريقتها بحثية خاصة في الدكتوراه، هناك يعني متسع بالوقت، قد يكون الطالب في الصيف يعمل مع الدكتور على بحث، فنشجع على التوجه إلى 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 عملية البحث العلمي. طبعا لم نأتي الآن لمرحلة نريد بحث علمي رصين في مجلات مصنفة، بالعكس هذا متطلب وهذا شيء جيد، ولكن نريد الآن الحد الأدنى على أقل شيء. يعني لا يجوز، يعني أنا حقيقة حتى في المقابلة الامتحان الشامل لطلبة الدكتوراه كنت أسألهم السؤال هذا دائما، هل عندك نشر علمي من يوم دخلت عندنا بالقسم؟ فكنت أحزن فعلا عندما يهز رأس الطالب أو الطالبة تقول والله لا والله ما عندي. فهذه ممارسة ما نريدها حقيقة أن تحدث في جامعة الملك سعود ولا في قسم الجغرافيا، وعندنا من الكادر الأكاديمي من الدكتورات ومن الدكاترة ما شاء الله متميزين بحثيا، إذا تقدمت خطوة نحوهم راح يتقدمون أمامك 10 خطوات عشان يساعدوك، ولكن الأستاذ ليس بيده عصا سحرية أن يحاول الطالب أيضا أن لابد أن تنشر ويجبر الطالب، ولا مضطر مبادرة تأتي من الطالب، لابد أن تتعلم. إن لم تتعلم الآن وأنت في مرحلة المقررات على نشر أبحاث وكيف تجري التعديلات وكيف تكتب، راح تواجه مشكلة حتى في عملية كتابة الرسالة والخطة أيضا. وبالتالي أعتقد أن فرصة مرحلة المقررات فرصة ذهبية لطلبة الدراسات العليا أن يتمرس ويمارس ويحاول يعمل تطبيق على نشر بحث أو واحد أو اثنين أو ثلاثة. أنا في ظني أن هذا راح يسهل عليه جدا عملية الكتابة في الرسالة العلمية وفي الخطة وحتى في عملية التعديلات وكيف يجريها بسرعة وكيف يكتب الرسالة بشكل متعمق وكيف ينشر من الرسالة. يعني أعتقد أنه يفرق جدا فرق كبير جدا أن يأتي طالب يكون أول نشر عنده من رسالته بحث واحد، أكيد راح يكون هناك في مشكلة ربما يتأخر في عملية النشر. فالنماذج المشرفة اللي اليوم عرضوها الطالبات أشكرهم، والخريجات أشكرهم على هذه المحاضرة اليوم وعلى توجههم النشر، وخاصة أن بعضهم نشر ما شاء الله ولسه في المستوى الأول، هذه دلالة واضحة أن التوجه البحثي عندهم كبير جدا، وهذا ما نسعى إليه. فبالتالي أعتقد وإن شاء الله، وهذا إن شاء الله أن هذا الهدف الأساسي من لجنة البحث العلمي، أن تحرك لدى بعض الطلبة التوجه إلى البحث العلمي. يعني هذه النماذج، وأنا أظن في نماذج أخرى موجودة، ولكن هذه نماذج محفزة
لبقية الطالبات والطلاب الذين الآن في المقررات أو أنهوا المقررات وليس لديهم بحث أن يروا هذه النماذج ويحتذوا فيها. وهذا كان هدف الأساسي من هذه المحاضرة أساسا، أن نعرض نماذج إيجابية تولد طاقة إيجابية بحيث أن يتجه يعني الطلاب والطالبات إلى 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 النشر العلمي، طبعا مع الانتباه والانضباط ومحاولة الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي. هذه مهمة جدا في كل مراحل البحث العلمي سواء يعني في المقررات أو بعض المقررات. أشكر اللجنة، أشكر الدكتورة سلافة، أشكر قائمين على إعداد هذه المحاضرة، أشكر الطالبات وخريجات على ما قدموه، ونسأل الله أن ينفع بالجهود. ونريد حقيقة أن يكون عندنا مؤشر للنشر خاص بطلبة الدراسات العليا، إن شاء الله الدكتورة سلافة تناقش ذلك في اللجنة عندهم، إن نحتاج أن نشوف أعداد الطالبات وأعداد الطلاب لدينا ونشوف نسبتهم كم، وهذا مطلوب في الاعتماد الآن الأكاديمي لبرامج الدراسات العليا. نريد أن نعرف مقدار النشر العلمي من طلبتنا، وطلبتنا ما شاء الله أعدادهم كبيرة جدا، فنشوف إحنا هل إحنا في النسبة الحقيقية. ويعني أنا متفائل أن المرحلة القادمة إن شاء الله تكون مرحلة إيجابية بإذن الله تعالى. بارك الله جهودكم وشكرا لكم على هذه المحاضرة القيمة، ويعطيكم الصحة والعافية، وأتمنى لكم التوفيق وشكرا. شكرا شكرا دكتور مفرح، وزي ما قلنا إن شاء الله نحن نزعى إن شاء الله إلى حصة الطلاب، وهذه نماذج جيدة من بعض الطالبات، وإن شاء الله نعرض نماذج أخرى، وإن شاء الله يعني يبادرون الطالبات والطلاب بأفكارهم حتى نحن نستقبل أفكارهم إذا كان عندهم بعض الأفكار أو بعض المقررات، ولا نخص حتى المقررات، يعني الطالب لو عنده أي فكرة بحثية ممكن وعنده رقبة مع أي دكتور معين حتى لو ما درسه، إن شاء الله نحن ساعين إلى حصة الطلاب. شكرا دكتور مفرح، والآن نطع أو نتيح الفرصة لدكتور أسمة، ممكن تتداخلي معنا دكتور أسمة، تفضلي دكتور أسمة. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا. بداية أشكر لجنة اللقاءات العلمية على إقامة هذا اللقاء العلمي، والشكر موصول للطالبات لاستعراضهم تجاربهم في نشر الأبحاث وتشجيع زميلاتهم للاستفادة من أبحاثهم ونشرها. بالنسبة لطالبة الماجستير أسماء الزهراني، طبعا ما شاء الله من الطالبات المميزات، وكانت معي في مقرر طرق البحث الجغرافي ضمن مجموعة من الطالبات، تقريبا يعني 20 طالبة كانوا في هذا في ذلك الفصل. كنا بدأنا طبعا بداية الفصل بتطبيق خطوات البحث العلمي، بحيث تقرأ أول مرحلة اللي يقرؤون الطالبات في المجال الجغرافيا ويحددون مواضيعهم، كل واحدة تحضر العنوان ونجلس في جلسة نقاش ونشوف نناقش العناوين إلى أن تثبت كل طالبة على موضوع لها، ومن ثم نبدأ نحث على تكثيف القراءة حوله. بعد كذا نبدأ بخطوات البحث العلمي خطوة خطوة، وكل أسبوع بعد المحاضرة أطلب من الطالبات يطبقون ما أخذناه ويعرضون الأسبوع المقبل، مثلا الأهداف أو المشكلة والمقدمة، ونناقشها مع الطالبات، يعني نجلس مع بعض ونتناقش ونعطيهم الملاحظات وأخذ حتى ملاحظات الطالبات، وهم طبعا يعدون بناء عليها. إضافة إلى ذلك نستعرض أبحاث في مجال الجغرافيا ونناقشها من بعض مع بعض وأشوف ملاحظات الطالبات عليها. طبعا في نهاية الفصل تكون الطالبة استكملت جميع خطوات البحث وتقدم بحث متكامل ويتم مناقشته، يعني يناقش بحث كل طالبة على حدة، ورشح بدوري الأبحاث اللي مميزة للنشر بعد طبعا ما راجعها ونعدلها مع بعض مع الطالبة. بالنسبة للطالبة أسماء الزهراني، كانت ما شاء الله من الطالبات اللي بحثها مميز، وكان عندها مرونة لما أطلب منها التعديلات تعدل مباشرة وترسل لي البحث، فالحمد لله يعني تم نشر بحثها في مجلة علمية محكمة ومعروفة. وأخيرا أسأل الله لها وجميع زميلاتها التوفيق، وشكرا شكرا لكم جميعا. شكرا شكرا لك دكتورة أسماء، وإن شاء الله نزعى دوما إن شاء الله أن كل الطالبات يكونوا حساسات على النشر إن شاء الله. الآن إن شاء الله دكتور عنبرة معنا، تفضلي دكتور عنبرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية جميعا. شكرا دكتورة السلافة على تنظيم هذا اللقاء، شكرا للطالبات والخريجات اللي شاركونا اليوم بتجاربهم في النشر العلمي المحكم. صراحة
الجلسة الماضية كانت مع الدكتورة حصة اللي هي الجودة في البحث العلمي، واليوم دور المقررات الجغرافية في دعم البحث العلمي، والمقصود به أن ينشر طالب الدراسات العليا على وجه التحديد يعني خلاصة تجربته في المقررات. ف يعني كلا الورشتين صراحة تعتبر محفزة جدا، ليست للطالبات أو الخريجات وإنما حتى لأعضاء هيئة التدريس، يعني تفتح النفس من أجل عملية نبحث عن الطلبة الذين أو الطلبة بدورهم كما ذكرت الدكتور السلافة، وأيضا من كلام سعادة الدكتور رئيس القسم الجغرافي الدكتور مفرح، يعني لابد أن يبادرون الطلبة ويبحثون عن من يعني من أعضاء هيئة التدريس الذي لديه الاستعداد للمشاركة في عملية كتابة ونشر بحث علمي رصين ينشر في مجلات علمية محكمة. فأنا يعني صراحة يعني أشكركم شكر جزيل جدا، وأشكر المتحدثات، وأنا بدوري يعني على أتم الاستعداد لتقديم عناوين مقترحة للنشر العلمي، ليس بالضرورة أن تكون ضمن المقررات الدراسية، وإنما مجرد أنها يعني أبحاث تنشر بحول الله في مجلات علمية محكمة. وكما ذكر سعادة الدكتور، يعني أعتقد أن المؤشر الذي يعني نسعى في القسم إلى تحقيقه اللي هو النسبة اللي قبل قليل ذكرها اللي هي 25% من طلبة الدراسات العليا هم الذين نشروا. فنحن نعمل إن شاء الله يعني من هذا اليوم على أساس تزيد هذه النسبة، لأن كلما زادت هذه النسبة هذا يعتبر يعني مؤشر إيجابي لجودة المخرجات البحث العلمي في قسم الجغرافيا، وطبعا هذه ستصب في مصلحة كلية الآداب ومن ثم جامعة الملك سعود بحول الله وقوته. وطبعا يعني نحن دائما نقول الطلبة فيهم خير كثير جدا، ولكن بعض الأحيان الطالب يعني إما لديه التخوف أو يقول يعني مثلا يقول مثلا ضغط المقررات علي بحيث أنني سوف أتفرغ فقط للمتطلبات هذا المقرر، فيكون لديه طاقة ولكن يغفل عنها، أو أنه يعني يضعف هذه الطاقة. ولكن بإذن الله مجرد يعني تقسيم الوقت إن شاء الله أن طلبة الدراسات العليا في قسم الجغرافيا يعني سيبهرون جامعة الملك سعود بإنتاجهم العلمي الرصين بحول الله. شكرا لكم وجزاكم الله خير على هذا اللقاء. شكرا جزيلا دكتور السلافة. شكرا لك دكتور عنبرة، شكرا دكتور عنبرة على توجيهاتك وتعليقاتك ودعمك المستمر للجنة. شكرا. عندنا برضو في مداخلة على ما أعتقد من دكتور خالد أو الأستاذ خالد، فليتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. شاكر ومقدر، الله يعطيكم العافية على هذا الطرح الأكثر من رائع. أنا عندي نقطة بسيطة الله يسلمكم، فقط أعتبر التبس لكل باحث وباحثة من أراد النشر العلم في أسرع طريق وأسرع وسيلة. النقطة الأولى أنك تختار كونفرنس أو مجلة رنكها عالي، اللفل حقها عالي، فتنشر فيها، فراح يرجع لك الفيدباك. إذا رجع لك الفيدباك بناء عليه تعدل البحث حقك وتنشر في كونفرنس أقل من الكونفرنس هذا، فراح يجيك إن شاء الله القبول. هذا السيناريو دائما يستخدمه الباحثين والباحثات، أنا أعتبره تبس جيد لكل باحث وباحثة. تنشر بحثك، تشوف بحثك وين راح ينشر أساسا في 2023، تبدأ الآن فيه تنشر في كونفرنس أو مجلة رنكها عالي، أنت عارف أساسا أنه راح ترفض، هم راح يشتغلوا عندك، راح يرجعوا لك الفيدباك تستفيد منه، ترجع تنشر في الكونفرنس التارجت تبعك اللي هو في 23. الآن أعطوك وسيلة سهلة لقبول بحثك. أنا هذا هو التبس اللي دائما أنا أعطيه كل طالب وطالب البحث العلمي، كونفرنس مجاني يعطيك الريفيو وعالي جدا، راح يكون الريفيو حقه قوي، بناء عليه تعدل على البحث حقك. الله يعطيكم العافية، شاكر ومقدر على هذا الطرح. شكرا. شكرا دكتور خالد، ودائما نحن نستفيد من آراء الجميع إن شاء الله،
زي ما تطرقت إنه فرصة برضو للطلاب عندنا والطالبات عندنا عشان يعرضوا بحوث إنه فعلا إن شاء الله يعني يعرضوها في مؤتمرات أو دا حتى داخل الجامعة عندنا بعض الكراسي أو بعض اللقاءات التي تقوم بها الجامعة، فممكن يبدوا منا ويأخذوا الفيدباك، فإن شاء الله يستفيد كل الطلاب من هذه الملاحظات. طبعا زي ما قلنا الورشة اليوم أو المحاضرة اليوم إنه نعرض بعض النماذج الموجودة عندنا في القسم داخل القسم، وهي بعض النماذج للطلاب عندنا ناشرين من مقرراتهم الدراسية، وهذا تشجيع بالنسبة للطلاب والطالبات جميعا على أساس إنه هذه المقررات الدراسية تدعم النشر، وفي نفس الوقت يعني عندنا مقدرات أو طالبات زي ما تطرق الدكتور عمبرة عندهم طاقة موجودة وعندهم بحوث موجودة بس يتخوفون أو بعض عدم الإيجابية في أنهم ينشروا بحوثهم. طبعا نحن نحاول إن شاء الله بعرض نماذج أخرى ونحاول نزيح أو نكسر هذا الحاجز بحيث أنه نحن نجود البحث العلمي وفي نفس الوقت نرفع معيارنا طبعا بالنسبة للجودة داخل القسم. شكرا لجميع الحاضرين على هذه المشاركة، وشكرا لزميلاتنا وطالباتنا الذين قدموا هذه اليوم المحاضرة اللي نقول عليها جميلة. أشوف دكتور عبير رابعة، تفضل يا دكتور عبير. السلام عليكم. الله يعطيك العافية دكتورة، يعني ورشة جميلة ويعني دافع على الطلاب بحيث أنه أنا ممكن أني أنا أنشر بحثي وأنا لسه في مرحلة المقررات، وهذا كان الهدف من الورشة تشجيع الطلبة. والنماذج اللي عرضناها هي ليست الوحيدة في القسم، وإحنا دائما نسعى أنه الطالب بعد ما يتعب على بحثه في مستوى المقررات أنه يبقى ويتابع مع عضو هيئة التدريس بحيث أنه يجود بحثه بشكل أكبر حتى بعد انتهاء الفصل، وحاول حتى انه ينشره في مجلات مرموقه وانه يصل الى ابحاث مجلات النخبه والمجلات العلميه المحكمه. والطالب قادر على ذلك، بس يعني انه فقط يتابع مع عضو هيئه التدريس حتى بعد انتهاء المقرر. ابحاث كثيره ترقى على مستوى النشر، ولكن للأسف الطلبة ما بيتابعوا مع أعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء المقررات، ضغط الرسالة وضغط العمل بس يعني العمل وأنه يبذل جهد بشكل بسيط كل يوم بإمكانه أنه يحقق الكثير في النهاية وينشر في مجلات مرموقة. الله يعطيك العافية دكتورة، وشكرا للجميع، وشكرا للطالبات أولا لموافقتهم على التحدث وأعطانا خبرتهم وتشجيع الطلبة أيضا، وشكرا للجنة والله يعطيك العافية دكتور. شكرا لك دكتورة عبير. طبعا يعني إن شاء الله نحن كلنا في القسم يعني كلنا وأنت عضوة معنا في اللجنة، كل الدكاترة والعضوات الموجودين هم دائما داعمين للطلبة، وإن شاء الله يعني زي ما قال الدكتور عبير نزعة دائما، يعني بعض الطالبات عندهم جدا بحوث رائعة بس يعزفون عن حتى يعني خلاص خلص المقرر والطالبة حصلت على درجتها خلاص يعني ما انتهى المقرر، وهذا يعني نحاول نكسر هذه يعني هذا الحاجز بين الطالب والبحث. فإن شاء الله يعني هذه النماذج اليوم الرائعة زي ما شفنا من دكتورة زكية وسارة وأسماء، يعني نماذج رائعة جدا للنشر من مقرراتهم، فنتمنى كل الطالبات وزي ما شرفنا رئيس القسم انه هذا يعني نحن عاوزين نرفع مستوى الجوده في البحث العلمي، ورفع المستوى بتاع الجوده في البحث العلمي اللي هو يقاس بمعيار عدد البحوث المنشوره لدى الطالبات وطلاب الدراسات العليا على اعدادهم يعني. فان شاء الله نزعى انه نرفع هذا المؤشر على الاقل نكون صوت شكر للقسم وللجامعه التي علمتنا واعطتنا كثير من الجهد على اساس انه نحن نكون طلاب ونكون داعمين للمجتمع. شكرا لكل الحضور، واتمنى دائما انه نلتقي. شكرا لاعضاء اللجنه اللي هم دائما داعمين لهذا العمل، يعني العمل ليس باسمي بل كل اعضاء اللجنه، فشكرا للجميع. وشكرا لك يا استاذه فوزيه دائما حريصه على تذكيرنا وراء هذا العمل، وشكرا لكل من ساهم، جيهان وأمان كلكم. يعني أتمنى إنه اللجنة تسير دوما ونكون عندنا خطة
إن شاء الله. ودكتور عنبرة دائما دعمان وكل من يساهم يعني كل أعضاء هيئة التدريس الموجودين في القسم كلهم داعمين لنا يعني، فكلهم طلابنا يعني نفس الشيء داعمين لنا. فإن شاء الله نتمنى إنه نحن نستشف حتى الأفكار من الطالبات وطلاب الدراسات العليا اللي هم محور هذا الموضوع. فشكرا للجميع، ونأسف لمن يعني ما ذكرناهم أو ما شكرناهم. شكرا لكم جميعا، إن شاء الله نتغي الأربعاء القادم في محاضرة أخرى. شكرا لكم.